هذا السلايد 18 دايجنوسيس وتيوبركلوسيس مارسبون انتستين. اول شيء نجي للاورجن، شنو بس خلنا دقيقه. اول شيء نجي للاورجن، شنو الاورجن هذا؟ ناسي شوي وضع. اول شيء شنو الاورجن هذا؟ الاورجن هو سمول انتستين. شلون عرفنا؟ من خلال الفيلاي، هاي فيلاي، هاي وهاي وهاي، اكثر شيء هنا مبينه. اوكي انا كبر شوي عندي الرؤية في الفيلا. بس هاي شكلها الانتستن الجلانس متمدة داخل لحد ما توصل للفيلا. انت اصلا هاي بس خلنا نشي شوي. هاي الشانلز الدكت مال الانتستن الجلانس وطالع لي فوق ترسف، فشكلها مثل الفيلا. انا ليش اشبهها بالفيلا؟ لان الفيلا عبارة شنو؟ طالعة و سراوندد بهذا، فهي عبارة عن شانلز ما انتستن الجلانس ولو يعني مو واضحة كلش، بس هالشكل واحد قاعد اشوف. هالشكل عبارة عن شبكة وخطوط متوصلة. فهذا هو الدياجنوسيس مال يعني شلون تعرف ان هي انتستنال جلانس. فالاورجن شنو؟ انتستنال جلانس. نجي اول شيء هسه نجي للهيستوباثولوجيكال فيتشرز. اول وحده عندك ألسرز. اول شيء عندك هذا الماجنيفيكيشن 10. اول شيء عندك ألسر. شنو ألسر؟ ألسر هو اللوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا ابيثيليوم. اوكي قاعد اشوف هنا هاي ألسر صار بي. هاي هنا ألسر، كل هذا ألسر. إذن سودي كله ألصر بثيليوم عندك بي ألصر. أوكي هاو الشغل. نجي للشغلات الثانية is characterized by presence of multiple granuloma. ونوع الجرانيولوما هي non-caseating granuloma، يعني ما بيها necrosis، بس just an epithelioid histiocyte along with multinucleated. خلينا نكبر عليه، خلينا نكبر عليه بعدين نحكي. اوكي بس هذا شلون عرفنا هاي انتستينال جلانس. سكند فيتشرز عندك الالسر مال ال، احنا نحكي كل شيء بالسلايد مو على موضوعنا. وعندك الالسرز مال ال مال السكن. ونجي هسه للجران، هاي بريزنس اوف مالتيبل جران، هاي جرانيولوما، هاي 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 هاي. اوكي هاي 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 كلها جرانيولا، هاي 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 جرانيولا. اوكي هسه نكبر ونشوف. هنا مثل ما قلنا هاي الجرانيولوما. اوكي هاي الجرانيولوما. اول شيء ما عندنا نكروسس، ما عندنا كاسياتك نكروسس، وراح نشوفها بالسلايدات الباقية شنو يعني كاسياتك نكروسس. هاي شغلة. الشغلة الثانية شنو بي؟ presence of قلنا multiple myeloma شفناها، كل myeloma sorry presence of multiple granuloma، وكل granuloma composed of epithelioid histiocyte. ذن شكلها مثل هاي، ذن الخلايا بالنص، هاي عبارة عن epithelioid histiocyte. epithelioid histiocyte شكلها مثل with eosinof، تكون nucleus مالتها أكبر وتكون eosinophilic، والcytoplasm مالها يكون هو eosinophilic. و presence of lung Hans cells، تكتب ياما lung Hans cells أو توصفها اللي هي multinucleated، تكتب multinucleated giant cells with accumulation of the nucleus at the periphery. okay فنحكي presence شنو بالسايد، نحكي الأورجن هو شنو small intestine. الفيتشرز عندك skin ulcers. second presence of multiple granuloma، each granuloma is composed of epithelial histiocyte with multinucleated giant cells lung, with multinucleated giant cells بين قوسين lung hans giant cells. النوعها عندنا lung hans وعندنا الفورين. هاي lung hans، lung hans يكون نيوكليس مجمع على الاطراف، الفورين تكون بالسنتر. حلو هاي جرانيولوم. خلينا نشوف جرانيولوم ثاني. وهي infiltrated by the lymphocyte. هاي كلها lymphocyte، هاي تستي lymphocyte لان هو من delayed type 4 hypersensitivity reactions اللي هو associated with the chronic inflammation. اوكي هاي infiltrated by the T lymphocyte، هذا هو تكون predominantly nucleus surrounded by a rim of cytoplasm، اكثر شيء nucleus موجود. هاي كلها infiltrated by lymphocyte. نجي هاي جراني ايضا جرانيولوما ثانية، وهاي epithelioid histiocyte ايضا هاي جرانيولوما، هاي epithelioid histiocyte بس هنا النيوكليس مو كامله مال لانج هاد جان سيلز. هاي مثل ما قلنا تي لمفوسايت، تي لمفوسايت، واخر شيء تي لمفوسايت. يوسف نظارته وسخه، يلا كمل. عم الله هذيك نوقي عم، لا تطي هذا الواحد، لا تطي لاي واحد. وهاي لانج هاد جان سيلز كشف النيوكليس كله بالطرف.
هاي ابيثيلياتي سيوسايت. هو امشي تعرف الاورجان سمول انتستين وتعرف الجرانيولوما والديسكريبشن تحافظه بعد. هذا هو سلايد التوبركلوسس مال سمول انتستين. بس خلنا نرجع ندوس. قلنا بريزنس اوف مالتيبل جرانيولوما. هاي 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 هاي. وهنا هاي لوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا ابيثيليوم ألسر. وعندك تحت هنا عشان عرفنا من هاي السمول انتستين هاي. هم بين جرانيو اذا جرانيو نشوف الاورجن او شي نشوف اكون جرانيولوما ولا ماكو واذا بس ترى هاي التيبركلوسس مال سمول انتستين والسمول انتستين صار نسعك اقول الاصر مال سكن فهاي الاصر مال ميوكوسا اوف ذا سمول انتستين مو مال سكن ما السكن مو موجود اصلا فالاصر اوف ذا ميوكوسا اوف ذا سمول انتستين وهاي شلون عرفنا هاي هاي الدخت مال انتستينال جلانز صعد لي فوق الصب هنا بس انا ما بينه ليش البلاي لانه صار ألسر بالميوكوسا مال سمول انتستين مو مال سكن ورحم الله وديكم.